يعني انا شايف اقرب واحد طبعا يعني اللي هو يعني شايف احمد رفعت يمكن لافت النظر كويس، وقبل حتى وجوده في منتخب مصر هو في الدوري المصري عامل كان ليه اداء مميز واداء كويس، سواء كان مع فيوتشر حاليا او مع المصري قبل كده. وفي بعض اللعبة مش عايزين بس اقول اللاعب باسمه، لكن في مهند لاشين ماشي كويس، مروان حمدي يعني، واحمد ياسين، كل اللي موجودين مش عايز انسى حد من الجداد، لا ماشيين بشكل كويس. حتى محمد عبد المنعم لما بينزل برضه بيحاول يبقى موجود في الصوره، فالحمد لله. لا يعني بتمنى لهم التوفيق كلهم جميعا ان شاء الله. اعتقد الجهاز الفني بقى محطوط في خانه صعبه جدا بالوجوه الجديده مع اللي موجودين اللي ما انضموش سواء محترفين او الانديه اللي كانت عندها ماتشات في الكونفدراليه. اعتقد الامور بالنسبه لهم هتبقى الامور مختلفه، هتبقى حيره للجهاز الفني اللي هو ياخد مين ويسيب مين. لكن برضه في الاول في الاخر هي تقف على بطوله العرب، يعني بطوله العرب ده اعتقد هو احتكاك قوي للمجموعه اللي موجوده، حتى لو هو اللي موجود حاليا ملوش نصيب يبقى موجود مع المنتخب، بس هيبقى خلاص محطوط في البلان اللي هو اي حد لا قدر الله يحصل له اي مشكله او اي اصابه لا قدر الله او اي حاجه هيبقى فيه خلاص فيه هيكله موجوده المنتخب مصر. انا شايف احمد فتوح من اللعيبه المميزين سواء كان مع المنتخب الاولمبي او مع منتخب مصر، وماشي بخطوات كويسه جدا وخلاص. يعني انا احمد فتوح مش لاعب صغير، لا لاعب كبير وعنده الخبرات الدوليه، ومع نادي الزمالك ماشي بشكل كويس، ومع وجود عبد الشافي في المكان ده احنا عايزين بقى ندوله نصايح. النصايح بتاعتنا احنا كلاعب الكوره، حافظ على نفسك، النوم طبعا بدري، التزامك بالصلاه، وجودك في اماكن المفروض تكون مش متواجد بشكل عام في المناطق اللي ممكن تديك شبهه، حاجات بقى انت بقى يعني احنا بنديك نصايح، بس انت عارف انت راجل بروفيشنال واللاعب البروفيشنال في مصر وبره هو هي واحد. بص احسن احنا مشكلتنا بامانه حته الباك ليفت عموما، لكن احنا لو جينا على اللاعب الاجنبي او مش هنقول اللاعب اللي هو من بره مصر، هو علي معلول يعني اعتبر ده من احسن باكات ليفت جت حتى في تاريخ النادي الاهلي، من اللعيبه المميزه زيه زي سيد معوض، زيه زي كابتن ربيع ياسين، زي محمد عماره، زي يعني في ناس كده بتعمل زي محمد عبد الوهاب الله يرحمه، في ناس بتيجي في المكان ده تبقى مميزه زي كابتن احمد رمزي في الزمالك، في لعيبه بتبقى اصلا المكان ده بيبقى مميز شويه والباك رايت. لكن كلاعب بقى مصري اللي ظهر قوي قوي في المكان ده في عبد الشافي ماشي برده بشكل كويس، وربنا كان يعني الفتره الاخيره ربنا يشفيه لما كان اتصاب قعد فتره ورجع تاني بقى كويس، كان بيتبادل مع فتوح في نادي الزمالك. نتمنى ان القاعده تكبر في المكان ده بالذات الباك ليفت والباك رايت في مصر حسب المكان اللي انت بتلعب فيه، في النادي اللي انت بتلعب فيه، في نادي بيجبرك اللي انت تدافع وان حتى لو انت مميز، وفي نادي بيجبرك اللي انت تهاجم عشان انت اصلا امكانياتك عاليه. يعني انت النادي الاهلي بيلعب على بطوله، هتلاقي الباكين عنده سواء اكرم توفيق وعلي معلول ممكن تلاقيهم جناحين علشان النادي الاهلي بيلعب على بطوله، ما ينفعش يقبل التعادل او يقبل الخساره. في انديه بيبقى عندها لاعيبه مميزه وبس هي الامكانيات الفنيه اللي متواجده كلها بتبقى امكانيات مش مساعده اللاعيبه تظهر بشكل كويس، فبتبقى دي مشكله مقابله الانديه. فعشان كده هي بتبقى حسب النادي اللي انت بتلعب فيه، نادي بطولات ولا نادي بيبقى عايز يبقى موجود في وسط الجدول، ولا نادي بيصرع اللي هو يبقى موجود في 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 الدوري الممتاز. هي الاساس هو الفرود، انت يعني مصطفى محمد واللاعيبه اللي هي الاسترايكر واحمد ياسر ريان، ومش عايز انسى ناس، في لعيبه كتير جدا مميزه بامانه برضو في الدوري، بس انت عشان تخلق اللعيبه دي فرص لازم تبقى في اطراف. واحنا على ايامنا كان الكابتن حسام حسن لو ما لقاش كور عرضيه، وكان فيليكس وكان في كابتن محمد رمضان وكابتن ايمن شوقي والجيل اللي بعد كده عماد متعب وفيلافيو، الحاجات دي بتبقى مهمه. الاطراف دي بتساعدك اللي انت يعني انت مش هي الاساس بالنسبه للفيرود، بس هي جزء كبير جدا في الملعب. عشان انا اوصل ان انا العب بالهيد وابقى وانا سترايكر اي كوره بالعرض بتفرق معايا، الكوره دي مع العرض مع الكوره اللي بالاختراق من نص الملعب كل ده بتفيد المهاجم. اجاييه يعني اجاييه من اللعيبه المميزه جدا جدا، شايفه لعيب مميز قوي، واتمنى النادي الاهلي يراجع حساباته في اجاييه عشان هو من اللعيبه المميزه جدا، واعتقد هيفيد النادي الاهلي. ممكن يكون حصل له دروب الاصابه بعدته شويه، بس اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يدرس الموقف تاني. يعني اتمنى ان شاء الله احنا ما فيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، وخدنا الامم الافريقيه بدل مره عشرات المرات، فاحنا نتمنى ان احنا نبقى محظوظين واللعبة تجتهد والجهاز يجتهد واحنا نبقى معاهم،
وزي قلت قبل كده ندي طاقه ايجابيه ما نديش طاقه سلبيه للاعيبه عشان في الاخر ناخد منهم ان شاء الله باذن الله.